السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا وسهلا بكم، معكم محمود زايد وفيديو جديد وحلقة جديدة من كورس فنيات الطباعة. الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الكروت ومقاسات الكروت وازاي تصمم الكارت وازاي تفتح المقاس بتاعك، اتكلمنا عن الريزوليوشن ونظام الألوان والجودة وكل ما يخص طباعة الكروت أو قبل ما تيجي تصمم الكارت بتاعك. في الحلقة دي بقى إن شاء الله هنتكلم عن أنواع الورق اللي أنت هتستخدمه، عن المقاسات، عن فنيات ما بعد الطباعة، إيه المرحلة اللي بتيجي بعد ما بتصمم الكارت بتاعك وبتوديه للمطبعه، او ايه المرحله ما بعد الطباعه. هنتكلم عن الجولد فويل، هنتكلم عن السبوت يو في، هنتكلم عن السلوفان اللامع والسلوفان المط، هنتكلم عن اسطمبه التكسير، الكروت ازاي بتتقص بعد ما بتمنتج وبتظبط كل حاجه وبتوديها علشان تطلع لك بالصوره النهائيه بتاعتك. بس قبل ما نتكلم عن حلقه النهارده، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وانك تفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نشوف حلقه النهارده. في الحلقة اللي فاتت زي ما قلنا احنا اتكلمنا عن خلاص انت صممت الكارت بتاعك، فتحت المقاس. يعني احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مقاسات الكروت، هي 8 في 5، 9 في 5، و8 ونص في 5 ونص، واتكلمنا عن ان هو اشهر مقاس كنا بنستخدمه او اشهر مقاس متداول عموما بيبقى التسعة في 5. وكمان اتكلمنا ان انت لازم تشتغل الشغل بتاعك او النظام الالوان بتاعك يكون سي ام واي كي مش ار جي بي، وقلنا ليه ان هو انت لازم تستخدمه سي ام واي كي علشان ممكن يعني يبوظ الدنيا بعد كده في الطباعه اللي هي الفصل الالوان. يعني احنا قلنا ممكن يعدي في الطباعه الديجيتال بس ما بيعديش في الطباعه الفصل الالوان، وقلنا ليه، لان هو لما بتوديه للمطبعه هو بيمنتج الشغل بتاعك او الكارت بتاعك وبعد كده بيعمل له زنكات، وقلنا ان هو بيفصل الزنكات دي بيخليها اربعه لون، يعني السيان والماجنتا واليلو والبلاك. فانت لو مصممه ار جي بي وهو جه يحوله سي ام واي كي فالالوان هتتبهدل معاك. يعني عموما انت لازم تشتغل التصميم بتاعك من الاول سي ام واي كي. وعرفنا المونتاج ان انت مثلا لو هتيجي تمنتج على الربع المقاس الربع مثلا 48 في 32، فانت بتمنتج الكارت بتاعك لو 9 في 5 فهو بيصفي معاك على 45 في 30. يعني خدنا المثال ده على ان هو مقاس الربع بس، يعني ممكن تمنتجه على مقاس النص وممكن تمنتجه على مقاس الفرخ الكامل، بس يعني هو المتداول عموما او المتداول في المطابع المصريه عموما بيبقى مقاس الربع. النهارده بقى هنتكلم عن مرحله ما بعد التصميم والطباعه. بيتم ايه؟ اول حاجه ان انت مثلا لو هتطبع ديجيتال فانت بترص الكارت بتاعك تمام وبتمنتجه زي ما اتفقنا وبتوديه للمطبعه، فالمطبعه بيدي امر طباعه للمكنه وبتطبع تمام. بيبقى عنده حاجه اسمها مكنه سلوفان، يا اما سلوفان لامع يا اما سلوفان مط. بمعنى ايه؟ يعني لو انت معاك كارت دلوقتي ممكن تلاقي مثلا ان الخامه عليه كده بتلمع، ده اسمه سلوفان لامع، او ممكن تلاقي ان الخامه بتاعتك مطفيه، ده السلوفان المط. طيب في الاوبشنين دولت موجودين بس في الطباعه الديجيتال، يعني الديجيتال بيبقى سريع شويه فانت عايز تنجز نفسك فبيبقى عندك الاوبشنين دول بس. طيب بعد المرحله بتاعت السلوفان، يعني انت بتطلع الربع بتاعك مثلا انت هتطبع 1000 كارت، فقلنا زي المره اللي فاتت حسبه المره اللي فاتت انت ال 1000 كارت دول هيصفوا معاك 34 ربع او 33 ربع عشان يطلع لك 1000 كارت بالظبط. فبياخد ال 34 ربع دول وبعد كده بيسلفنهم سواء مط او لامع، وبيسالك الاول انت هتعوز تسلفن الكارت بتاعك ده او الكارت بتاعك ده عايزه سلوفان مط ولا لامع. فانت ما بتكونش عارف الفرق ما بينهم فانت بتساله ايه المميز او ايه الكويس في السلوفان ده والسلوفان ده. يعني عموما انت على حسب برضو انت ما بتكون محتاج، يعني على حسب الكارت ما بيكون كويس. ممكن مثلا في الاسود او في الكروت اللي هي واخده الطابع الاسود او الغامق كده بيحاول يديها الطبقه اللي هي اللامع، بتديها لمعه كده بسيطه. ممكن كروت تانية بتكون مثلا كويسه في الطبقه المط، فعلى حسب بقى شكل الكارت معاك. الاثنين يعتبر واحد، سعرهم واحد في السوق، ما فيش فرق ما بينهم، بس هي الفكره بس في الشكل. خلص مرحله السلوفان وظبط الدنيا وبتاع ومش عارف ايه، بتبقى هي مكنه صغيره كده، مكنه سلوفان اسمه سلوفان حراري، بتعدي الربع من هنا بيطلع لك من الجنب التاني وبيبقى اربع كده ورا بعض تمام. خلص بتبقى في زيادات في الورقه كده، انت عندك الربع بتاعك مثلا 48 في 32. طيب هو الربع ما بيبقاش 48 في 32، بيبقى 49 في 33، فالسنت الزياده ده بيبقى اسمه بنسه المكنه، اللي المكنه الديجيتال بتمسك الورق منه. طيب انت خلصت خلاص السلوفان تمام، بتلاقي فيه زيادات كده في الورقه فبتوديها للمقص، او لو انت مثلا المطبعه اللي انت بتطبع فيها عندها مقص فبياخد الورق ده بياخده يعمل فيه حاجه من الاثنين. اول حاجه بيرفله. يعني ايه يرفله؟
الترفيل ده اللي هو بيشيل الزيادات البيضاء اللي بتبقى في الكارت من بره. يعني الكارت مثلا انت منتجه كده في مربع، تمام، فبتلاقي فيه زيادات كده في الورق اللي هي بنسة المكنة. طيب هو العامل بياخد الورق ده بيرفل الاول من كل جانب، من الجانب اليمين والشمال والفوق وتحت، وبعد كده بيبتدي يقص لك الكارت علشان يطلعه لك بالصوره بتاعته، سواء مثلا هو المقاس بتاعه 9 في 5، 8 ونص في 5 ونص، او 9 او 8 في 5. فبعد ما بيقص الكروت دي خلاص ويظبط الدنيا وبتاع، فهو بيسلمك الكارت بقى في صورته. دي اسمها الطباعه الديجيتال او مراحل الطباعه الديجيتال. يعني لو رجعناهم كده من اول خالص، انت بتبتدي تصمم، تمام، خلصت التصميم، فبتبتدي تمنتج، منتجت على 45 في 34 او 45 في 30 عفوا، وبعد كده بتدخلها للمكنه علشان تطبع، تمام، طبع سلفن، وديت المقص، المقص خلص، تمام، بتاخده ممكن تاخده اقصاه في يوم، يعني انت لو وديته له الصبح ممكن تاخده بالليل. عندك في انواع الديجيتال او خامات الورق عموما اللي انت ممكن تطبع عليها كروت، كنا اتكلمنا عن انواع الورق في الحلقه الثانيه او الثالثه في الكورس ده، هسيبها لكم في اللينك تحت او ممكن تظهر لكم في الايه اللي هتظهر دلوقتي فوق. اتكلمنا عن انواع الورق اللي موجوده في السوق. طيب ايه انواع الورق واحجامها اللي احنا بنقدر نطبع عليها كروت شخصيه؟ عندك اشهر نوع اللي هو الكوشيه، كوشيه 300 جرام او الكوشيه 350 جرام، والنوع ده هو اللي بياخد سلوفان. يعني انت مثلا هتطبع على كوشيه 300 جرام بتبقى الورقه بتاعته محمله شويه، فبياخد سلوفان. علشان ايه فايده السلوفان؟ يعني احنا نسينا نقول فايده السلوفان في الاول، اللي هو طبقه حمايه. هي بتدي شكل جمالي وكل حاجه، بس برضو بتدي متانه للكارت وبتخلي الكارت محمي اكتر واكتر من ان هو يكون ورقه كده بس. فالنوع اللي هو الكوشيه ده النوع المتداول، والنوع اللي هو على قد الايد زي ما بيقولوا، في منه 300 جرام وفي منه 350 جرام. ده النوع الشائع وده النوع الاشهر اللي موجود، سواء مثلا في الطباعه الديجيتال في الكروت او في الطباعه اللي هي الاوفست او فصل الالوان. طيب يجي بعدين النوع اللي هو حاجه اسمها القماش، يعني خامه القماش بتبقى خامه كده، مش نوع او مش شبه القماش، لا هي بتبقى مضلعه، خامه ورق مضلعه من الجنب، ومن الجنب التاني بتبقى سوليد كده او ساده. طيب الخامه دي كويسه جدا 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 في شغل الطباعه، والى حد ما اغلى من الكوشيه شويه. خامه شيك ممكن الناس بتلجا لها في كروت مثلا معينه، اللي هي ناس يعني خامه زي ما بيقولوا كده بت ناس، بت ناس زياده عن اللزوم، هي والكريستال اللي هنتكلم عنه كمان شويه. فالخامه دي بتلاقي منها، ممكن تلاقي قماش نوعه او ورق نوعه ابيض او لونه ابيض، وممكن تلاقي منه اللون اللي هو الكريمي كده او مصفر شويه، يعني واخد صفار شويه. فالخامه ديت انا يعني لما كنت بشتغل عليها، او لما كان بيجي لي عميل وبيقول لي انا مثلا عايز اطبع ورق قماش او اطبع كروت قماش، انا ما كنتش بعمل تصميم. يعني انا بقول له ان الخامه زي ما بيقولوا كده بايعه نفسها. بمعنى ايه؟ ان هي الخامه جماليه، شكل جمالي اصلا، خامه الكارت كويسه، فما بتعبش نفسي وبنزل عليها تصميم او اعمل تصميم. يا دوبك كنت مثلا بحط ايه ايكونز كده بتاعت الارقام بتاعت المكان بتاعت الايميل، الاسم مثلا، الفونت بشكل جمالي، ممكن خط كده وبتاع، لان الخامه ذات نفسها كويسه. طيب بتطبع، ممكن تطبع على الوش اللي هو المضلع ده اللي هو البيانات الاساسيه بتاعتك او وش الكارت، وممكن في الظهر تطبع لوجو، تطبع اي ايكونز كده او ايميل مثلا اللي هو بيتحط في الظهر كده وخلاص، لان الخامه زي ما قلنا كويسه جدا، شيك جدا، بايعه نفسها، ممكن يعني ناس كتير بتلجا لها، لان هي بتخلي شكل الكارت كويس جدا جدا. تيجي بقى الخامه اللي بعدها او الاعلى منها شويه، خامه الكريستال. خامه الكريستال بالمناسبه القماش ما بياخدش سلوفان، يعني خامه القماش ما بتاخدش سلوفان سواء لامع ولا مط زي الكوشيه. تيجي بقى للكريستال اللي هي بعد القماش او اغلى من القماش حاجه بسيطه، يعني انت لو بتتكلم مثلا ترتيبهم كده من حيث الاغلى فالاغلى فالاغلى، الكوشيه حنين شويه، القماش الى حد ما اغلى من الكوشيه بشويه، الكريستال بقى اغلى منهم الاثنين. الكريستال بتبقى خامه كده يعني واخده لمعان كده، او فيها طبقه لمعان زي الكريستال كده بتاعنا او الالماس، فهي برضو نفس النظام او نفس الشغل اللي انت هتعمله على القماش هتعمله على الكريستال. خامه برضو الى حد ما بايعه نفسها، شغلها كويس او الخامه بتاعتها كويسه وشكلها كويس، فانت ما بتنزلش عليها تصميم قد كده. انا بتكلم عن نفسي، يعني انت لو مثلا عايز تجربها وتنزل عليها تصميم عادي براحتك،
بس يعني الى حد ما انا ما بنصحش بكده. فهي خامه كويسه جدا من حيث الشكل ومن حيث المتانه، يعني القماش والكريستال ممكن خامتهم متينه شويه او سميكه شويه. الكريستال بياخد سلوفان؟ لا ما بياخدش سلوفان سواء لامع ولا مط، هو اصلا بيلمع لوحده او شكله كويس لوحده. في بقى الفابريانو وفي العجينه وفي الكلام ده كله، بس الى حد ما مش متداوله زي الكريستال والقماش والكوشيه. الخامه اللي انت هتقابلها كتير جدا وهتلاقي ان الكروت بتنطبع عليها بكثره هي الكوشيه، تمام؟ فده في الثلاث خامات دول ممكن تلاقيهم في اي مطبعه بتطبع ديجيتال، ان هم اسعارهم كويسه او في المتداول، يعني زي ما قلنا الكوشيه وبعدين القماش وبعدين الكريستال، فخامات كويسه ومتداوله واسعارها الى حد ما حنينه شويه. تيجي بقى للطباعه الاوفست. زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت ان انت لو عايز تطبع كارت اوفست فهو بياخد وقت شوية، يعني زي ما قلنا ان هو بيخش حاجة اسمها تجميعة، يعني بتجمع مثلا 30 40 كارت وكده، وبعد كده بيتمنتج جنب بعضه وبيتعمل له طقم زنكات، وبعدين بينطبع وبيتم بقى الحاجات اللي احنا قلناها في الديجيتال، يعني بياخد سلوفان وبعد كده بيتقص. طيب بياخد سلوفان مش زي بقى الديجيتال، احنا كده بنتكلم عن مجموعه كروت كبيره او كميه كبيره، فلما بياخد سلوفان بتبقى فيه مكن رول كده، رول سلوفان كبير والمكن كبير ذات نفسه، فهو العامل بيحط مثلا انت بتتكلم عن 1000 ربع او 2000 ربع، فالعامل بالمكنه بتبقى شغاله مع نفسها والمكنه او الاربع كده عماله بتفر كده مع نفسها. طيب وبعد كده بيجمع الألف ربع وبعدين بيقصهم زي ما اتكلمنا بالظبط على الديجيتال او المقص اللي هو بيقص بيه الديجيتال، ويمكن الاثنين واحد، يعني المقص اللي هيقص عليه الكروت اللي طالعه من الديجيتال او الورق اللي طالع من الديجيتال هو اللي بيقص عليه اللي طالعه من الفصل الالوي او من الطباعه، يعني تعتبر مراحل الاثنين واحده ما بعد الطباعه. في بقى بتبقى في فنيات كده او حاجات كده جماليه بتزودها على الكارت بتاعك سواء وانت بتصمم وبعد ما الكارت بينطبع او اثناء الطباعه وبعدين في مرحله التفنيش بقى اللي هو بيسلم الكارت للعميل. في حاجات زي مثلا البصمه في السبوت يو في، في الجولد فويل او السيلفر فويل، في الامبوز اللي هي او البروز كده. طب بمعنى ايه؟ في مثلا كارت بتبقى ماسكه كده بتلاقي ان في زي لوجو كده او حاجه في الكارت داخله لجوه من الكارت ذات نفسه، دي بتبقى حاجه اسمها البصمه، يعني الكارت بتاعك تمام واخد الشكل تمام زي ما هو، بس اللوجو لو انت حاطط مثلا لوجو في الكارت بيبقى داخل لجوه شويه، دي حاجه اسمها البصمه، اتسمت بصمه يعني زي ما انت مثلا بصمت كده فعلمت معاك. في حاجه تانية اسمها البروز، في برضو بتلاقي الكارت بارز او اللوجو ده بارز لبره كده، حته منه مش بارز قوي، هو يا دوبك مضلع شبه التضليعه كده، دي بتبقى حاجة اسمها الامبوز او البروز. في حاجة تانية اسمها الجولد فويل، في كروت برضو بتمسكها بتلاقي فيها زي مثلا عامل اللوجو او اسم الشركة بفونت بولد كده وواخد زي لون ذهبي، ده اسمه الجولد فويل. في زيه السيلفر فويل اللي هو بيبقى لونه فضي. في تاني اللي هو اليو في. ايه اليو في؟ اليو في ده يعتبر خامة او نوع سلوفان زيه زي السلوفان اللامع اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، بس المرة دي ممكن ان انت تسلفن بيه الكارت كله وممكن ان انت تسلفن اجزاء معينة، بمعنى ان انت مثلا ممكن تيجي على اللوجو بتاعك وتديله سبوت يو في، تخليه اللوجو الكارت سوليد عادي وتمام زي ما هو او مطفي، وتيجي على اللوجو بس تخليه ايه لامع او واخد درجه لمعان كده، ده السبوت يو في. في من ضمن الفنيات برضو حاجه اسمها الداي كات او الاسطمبه التكسير، بمعنى ايه؟ ان الكارت مثلا بيبقى مطبوع 9 في 5 كده، فالحدود بتاعته بتبقى شارب، لا انا عايزه يا عم واخد كيرف كده، فده بتعمل له حاجه اسمها اسطمبه تكسير. طيب الكلام اللي احنا قلنا عليه ده كله بيبقى تكلفه زياده على العميل، بس بتبقى على حسب الطلب، اه بيبقى غالي بس العميل بيبقى عايز كده خلاص، يعني هعمل لك كده، يعني مثلا بيبقى عايز الكارت بتاعه اللوجو بيبقى مثلا ممكن اعمل له اسطمبة تكسير اخلي اللوجو متفرغ، يعني انا اعمل الكارت تمام بس اللوجو مش عايزه يبقى ظاهر قدامي كده، انا عايزه متفرغ، اللي ورا اللي انا بصيت كده هشوف اللي وراه، يعني اقطع من الكارت ده، بتعمل له اسطمبة تكسير وبيروح المطبعة بعد ما بينطبع الورق بيجي التكسير وبتعمل له اسطمبه ويكسر وتلاقي الكارت طالع متفرغ من البتاع. ممكن تاني تلاقي الكارت مثلا اللي هو الكيرف اللي هو في الجنب ده برضو بيتعمل له اسطمبه تكسير. الكلام ده كله ما بيكونش في الديجيتال، بيكون في الفصل،
تمام، لان هو بيطبع كميه وبتبقى تكلفه زياده، والحاجات الاوبشنات دي ما بتكونش في الديجيتال زي ما بتكون في الفصل. الجولد فايل والسبوت يو في والانبوز والبصمه والكلام ده كله اللي احنا قلناه ده لما بتيجي بتعمله ازاي وانت بتصمم بعد ما بتصدر الكارت بتاعك او بتمنتجه، او الكارت عموما التصميم بتاعك بعد ما بتصدره، الحاجه اللي انت عايز تبرزها مثلا او تعمل لها جولد فويل او سيلفر فويل بتصدرها لوحدها زي ما هي في الكارت بنسبتها او مقاساتها في الكارت، بس واخده لون اسود اسود 100%. فهو بيبتدي منتج الكارت بتاعك عادي، وبعد كده بياخد الكارت بقى بس متفرغ منه الداتا كلها الا الحاجه اللي انت عايز تعمل لها الفنيات الزياده دي. يعني مثلا انت عايز تعمل اللوجو مثلا الكارت كده، او الكارت مثلا معمول هنا كده اللوجو، فانت بتفرغ الداتا دي كلها بتشيلها بتمسحها بس بتخلي اللوجو وبتخليه لونه اسود 100% وهو بنفس المقاس ونفس موضعه في الكارت، وبعد كده بتصدره للمطبعه. فهو بيمنتج الكارت بتاعك تمام، وبعد كده بيمنتج الكارت التاني ده اللي هو ابيض مثلا واخد اللوجو لون اسود، بيمنتجه على نفس الكارت بحيث ان هو لما يحطه في المكنه بتاعه مثلا الجولد فويل او السبوت يو في او الكلام ده تبتدي تنزل برضو على موضعها او موضع اللوجو في الكارت الاصلي. الفنيات دي بتبقى مكلفه الى حد ما على العميل، ما بتبقاش متداوله قوي. يعني الدارج بتاعنا عموما اللي في المطابع المصريه او اللي انت ممكن تقابله كمصمم مثلا او كعميل رايح تطبع في مطبعه، الكروت اللي احنا قلناها او الكلام اللي احنا قلناه في الاول، يعني الكروت الجيه الكوشيه الكريستال القماش العجينه الفابريانو الكلام ده كله، السلوفان المط اللميع في اللي هو السلوفان اليو في او الخامه اليو في، ده المتداول او ده اللي انت هتقابله. الفنيات اللي احنا قلنا عليها الزياده دي اعرفها عشان لو اتقالت قدامك تبقى واخد بالك منها وعارف هي ايه بالظبط، عشان لو اتعرضت ليها وحد طلبها منك او عميل وانت بتصمم مثلا عايز يعمل الفنيات دي تبقى فاهمها، يعني تبقى عندك خلفيه عنها على الاقل. فكانت دي كل فدي كل الفنيات او كل الحاجات اللي تخص طباعه الكروت من اول التصميم، سواء اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت على مدار الحلقه اللي فاتت لحد الحلقه دي او نهايه الحلقه دي. كل ما يخص طباعه الكروت، لو عايز تطبع كارت او تصمم كارت، ده اللي انت هتقابله من اول ما تبتدي التصميم لحد ما تسلم الكارت للعميل. وبكده نكون خلصنا كل حاجه تخص طباعه الكروت، واتمنى تكون المعلومات اللي اتقالت في الحلقه دي او الحلقه اللي فاتت تكون مفيده، واتمنى تكون برده ما طولتش عليكم. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وانك تفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا.